ينفذ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات اليوم استطلاعاً للرأي حول أنماط السكن المفضلة واتجاهات العمانيين نحو القروض السكنية، وذلك لمعرفة خصائص المسكن الذي يفضله العمانيون. تكرم جمعية الصحفيين العمانية اليوم 23 عضواً أكملوا المستوى الرابع في برنامج اللغة الإنجليزية الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع مركز اللغة الإنجليزية بالكلية التقنية العليا. خلصت دراسة جديدة أجراها فريق بحثي من كلية الطب بجامعة بنسلفانيا الأمريكية إلى أن خفض وزن الجسم يساعد على تحسين عادات النوم وشعور الإنسان بأنه أكثر نشاطاً ورغبة في ممارسة الرياضة.